السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في درس جديد من دروس دورة تعليم برمجة الألعاب التعليمية باستخدام برنامج كودو جيم لاب المقدمة من قناة الأستاذ التعليمية. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن ازاي ان احنا نسطب البرنامج ونسطب الملحقات بتاعته. هنتكلم النهاردة عن الأيقونات اللي ظهرت لنا بعد تسطيب البرنامج، اللي هي الأيقونة الرصاصي والأيقونة الخضراء. الأيقونة الرصاصي لو جينا شغلناها هتفتح لنا الصفحة دي، السيتنج بتاعت الكودو بيقول لك this computer support high definition all graphics options are available، يعني الكمبيوتر ده بيدعم الهاي ديفينيشن والجرافيك، الاعدادات بتاعت الجرافيك كلها هتبقى موجودة. هنا بقى بيخيرني هل انت عايز الكواليتي بتاعت الجرافيكس ديت الستاندرد ولا الادفانسد. الادفانسد اللي هي الهاي ديفينيشن، الستاندرد اللي هي العاديه. بعد كده الفيجوال افكتس، هنا هو انت بس بيخيرك برضو ان انت تختار منها. الاذر سيتنج اللي انت عايز تقبل الصوت ولا لا، اللي انت عايز تبين الكوميونتي والعالمين منيو ولا لا. بعد كده المكان اللي بتحدد عليه التسييف بتاع الحاجات اللي انت بتعملها، لو انت عايز تغير المكان بتضغط هنا وتختار المكان مثلا، ولنفترض على الديسكتوب هيتغير على الديسكتوب وتضغط اوكي. طيب نيجي على الايقونة التانية، لما نضغط عليها ونفتحها هيظهر لنا، شايفين الملفات اللي هي المفروض ان انا هعمل امبورت واكسبورت فيها. لما نفتح الملف ده هيظهر لنا فيديو تقريبا زي 15 ثانية او 20 ثانية، بيوضح لي، جايب لي شوية ناس بيلعبوا كود وبيبرمجوا بنفسهم زي ما احنا شايفين. الفيديو ابتدى اهو، جايبينه بيلعبوه، ممكن يتلعب بالدراعات مش لازم أنا الماوس والكيبورد. هما اللي بينشئوا لعبتهم وهما اللي بيلعبوها بقى. الفيديو ده بيظهر المرة الأولانية في تشغيل البرنامج فقط، بعد كده مش هيشتغل معاك تاني. إمكانيات البرنامج فعلا رهيبة يعني. هنا ظهر لي الصفحة دي بيقول لي هنا هوت في اخبار جديدة عن الكودو، ده تاريخه 4/3/2015. وهنا هوت بيقول لك انت ممكن تخش على الموقع الرسمي بتاعنا الكودو جيم لاب دوت كوم، وبيقول لك ان انت تضغط في اي مكان عشان تبدأ تخش على البرنامج. هتظهر لنا المنيو ده اهي، عايزين نتعرف على المنيو ديت كده واحدة واحدة. عندنا اول اختيار اسمه نيو وورلد، النيو وورلد ده بيفتح لي صفحة جديدة فيها ارضية خضراء، ابدأ ان انا هبدأ ابني المجتمع بتاعي او العالم بتاعي، واحط الشخصيات اللي هلعب بيها وبرمجها بمزاجي. يعني لما نضغط عليها كده هيدخلني زي ما احنا شايفين الارضية خضراء خالص اهي، ما فيهاش اي ادوات. طيب عايزين نرجع، لما دخلنا هنا عايزين نرجع تاني للصفحة الرئيسية، هنضغط على الهوم منيو ديت ونضغط exit to main menu. لقينا ان ظهر لنا كلمة ريزيوم، بحيث ان انا لو عايز ارجع تاني للي انا كنت موجود عليه اتكى عليها، لو عايز نعمل عالم جديد اعمل عالم جديد. هنا هوت لو انا سيفت عالم خاص بيا اقدر ان انا اجيبه من ماي وورلدز، بس انا طبعا عشان مش مسيف اي حاجة لسه ما ظهرت ليش الورلدز اللي انا عملتها، او اني اكون عامل داونلود لورلد معينة وابتديت ان انا اعدل عليها هلاقيها في الداونلودز. هنا هوت هتلاقي مجموعة تيوتوريال
حاجات جاهزة نقدر ان انا نعدل عليها بمزاجي، اعدل على البرمجة بتاعتها. هنا هو في سامبل، هنا هو بيجيب لك كل الاختيارات اللي فاتت في زرار واحد. طيب نتك اسكيب عشان نرجع للقائمة الرئيسية تاني. هنا ده المجتمع الخاص بالكودو، هنا هو برضه هنلاقي ماي وورلد وليسون وسامبل وقول. نيجي نخش على الاوبشنز. الاوبشنز دي الخاصة باللعبة نفسها مش ببرمجة اللعبة، في اوبشنز تانية خاصة بالبرمجة هتبقى من جوه، هنتعرفوا عليها في الحلقات الجاية ان شاء الله. هنا نقدر ان انا نقفل التيبس اللي بتطلع لي من مع التولز من هنا او نفتحها. في الهنتس اللي بتطلع لما يبقى في خطأ او حاجة، نقدر نقفلها ونفتحها من هنا. برضو نفس الحكاية، نقدر ان انا نعمل ريستور للديسيبل هنتس. هنا هوت نقدر ان انا نظهر عدد الفرامات، لو انا اتكيت هنا هوت هيقول لي مختصر للاوبشن ديت. هنا اقدر ان انا اشوف عدد الفرامات في الثانية، فريم بير سكند، هتظهر لي في الكورنر ناحية الشمال من هنا كده. دي هتبقى خاصة بسرعة الفرامات بتاعة اللعبة او سرعة العرض بتاع اللعبة. هنا برضو ان انا نقدر ان انا نختار اللغة، نقدر ان انا نتحكم في الصوت، نقدر نتحكم اذا كنت عايز العب بالدراعات او بالماوس. هنا اهوت برضو الصوت اهوت، التحكم في الصوت يبقى فيه تشيك، كل لما نيجي نشغل البرنامج يعمل تشيك على ابديتس. هنا برضو شوية حاجات خاصة بقى بالفيديو، يبقى ان انا نقدر نعدل على الصوت والفيديو من الاوبشنز دي. طيب اضغط اسكيب عشان ارجع تاني. هنا الهيلب هنا بيديني تيبس ارشادات ان ازاي ان انا نستخدم البرنامج ده، ممكن ان انا اقراها واحدة واحدة براحتي. هنا اقدر ان انا لما نضغط عليها اطلع بره الكودو خالص، اطلع على الديسك توب بره. طيب نشوف كده في النيو وورلد، لما نخش في النيو وورلد لقينا ان هو مدينا قطعة ارض خضراء، بيدينا ارشادات على جنب. هنا بيقول لي ان انا لو ضغطت على الزر الايمن، الزر الايسر للماوس، اقدر ان انا اتحرك اعمل دراج للارضية بتاعتي او العالم بتاعي. لو انا استخدمت الكليك اليمين اقدر ان انا اتحكم في زاوية رؤية الكاميرا بتاعتي، اضغط عليها وابدأ اتحرك بالماوس اتحكم في الرؤية بتاعت الكاميرا. لو انا عايز اقرب وابعد من خلال السكرول، ان انا اوديه لهناك او اجيبه ناحيتي، هقدر اقرب وابعد. ده في حالة ان انا ضاغط على علامة الايد ده، اقدر ان انا اتحكم في الكاميرا، اقدر ان اعمل زوم، اقدر ان انا احرك الارضية بتاعتي او العالم بتاعي. طيب نيجي نشوف القايمة من البداية بقى. عندنا قايمة الهوم منيو، نفس الحكاية، اقدر ان انا العب العالم بتاعي من هنا. لما نيجي نبرمج وعايز نجرب ممكن العبها من هنا، او ان انا اضغط على الزرار ده، لو ضغطت عليه هيبدأ ان هو يجرب لي اللي انا برمجته. نيجي تاني على الصفحة الرئيسية ده، اهي هنا هو بيقول لي edit world، لو انا عايز اعمل تعديل على العالم ده. هنا هو save my world، اقدر ان انا احفظ اللي انا عملته، البرمجة اللي انا عملتها، اغير الاسم من هنا واحط وصف ليها وابدأ ان انا اقول له save. هنا اقدر ان انا اعمل لود لورلد انا كنت مسيفه قبل كده، او وورلد موجود على الكوميونتي. هنا هو اقدر برضو ان انا اعمل نيو وورلد، يبقى احنا نقدر نعمل النيو وورلد من الصفحة الرئيسية من هنا او من بره. هنا اقدر ان انا اعمل برنت للكود بتاع الليفل، ان انا احفظه على الوان نوت، او ان انا اعمل له برنت على ورق ونتكه اوكي. نشوف انا عايز كام نسخة ونتكه اوكي. هنا اقدر من هنا اقدر ان انا ارجع للصفحة اللي انا كنت فيها في الاول. الايقونات دي هي اللي هقدر استخدم منها ان انا اجيب
الشخصيات اللي انا هتعامل بيها، من هنا اقدر ان انا ارسم مسارات واتحكم فيها بحيث ان انا احط شخصية تمشي على المسار ده طول اللعبة ما هي شغالة. من هنا اقدر ان انا ازود ارضية و انقصها، يعني انا كده لغيت ارضية. هنعرف ازاي في الحلقات الجاية ان شاء الله. من هنا اقدر ان انا اعمل جبال، من هنا ازود مية، من هنا اقدر ان انا الغي اوبجكت، الاوبجكت اللي هي ده اهي، ومن هنا اقدر ان انا اضيف افكتس للبرمجة اللعبة اللي احنا بنعملها. هنتعرف على الحاجات دي ان شاء الله في الحلقات الجاية، وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. استنونا ان شاء الله في الحلقة الجاية، هنشرح ازاي ان احنا نضيف شخصيات واوبجكت، وازاي ان احنا نبدأ نبرمج ان شاء الله الشخصيات دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.